مشاهدينا اهلا وسهلا بيكم، احمد فوزي واحمد عز الدين في حلقه جديده من الكوره مع ريلمي، وحديث عن مباراه الاهلي وماميلودي سان داونز واللي انتهت بفوز سان داونز بهدف مقابل لا شيء. اهلا بيك يا عز. مساء الفل. الاهلي 4 نقاط من 4 مباريات في دوري ابطال افريقيا وخساره امام سان داونز ذهابا وايابا، ايه فرص الاهلي في التاهل بعد الخساره بتاعت النهارده؟ لا، فرص الاهلي كويسه جدا طبعا. انت ما اعتقدش ان الاهلي في ازمه. اعتقد ان الاهلي مش مبسوط جمهوره، لكن ما اعتقدش ان الاهلي في ازمه. جمهوره مش مبسوط لان انك تخسر من منافس واحد مرتين دي مش حاجه سهله. انك تظهر في المباراتين بشكل اقل من مستواك الطبيعي مش حاجه سهله. انك تبتدي تبقى مش عارف اذا كان المفترض انك تلوم الجهاز الفني او تلوم اللاعبين او تلوم الظروف زي يعني التلاحم المباريات وتواليها في توقيتات قصيره. الفكره بتاعت انك ما تبقاش عارف مين الملام وقد ايه انا في خطر هي اصعب شيء ممكن يعدي عليك لما يحصل موقف زي موقف مباراه سان داونز النهارده. انما لو جنبت كل النقاط دي على جنب وبصيت على ارض الواقع وشفت ان الاهلي بيقدم مباريات جيده ولا سيئه اجمالا، وشفت قياسا بالهلال والمريخ مستوى الاهلي ايه، اعتقد ان المشكله مش ابدا التاهل. هي المشكله زي ما قلت لك كده مرتبطه في ان مش حلو بالنسبه للجمهور انه يبقى مش عارف يلقي اللوم على مين. طيب لو قلنا ان هو الاهلي ما عندوش مشكله في التاهل، وده طبعا اعتقد ان هو حقيقي بنسبه كبيره بخاصه ان المباراتين المقبلتين للاهلي على ارضه، ولكن هل الخساره امام ماميلودي سان داونز ذهابا وايابا قد تعكس لمشكله قد يعاني منها الاهلي مستقبلا في البطوله، ولا برضو هي امور مرتبطه بالظروف الراهنه من كثره المباريات وغيابات وما الى ذلك؟ هي المشكله ان كثره المباريات دي مش هتقف. يعني انت بتتكلم في ان لعيبه الاهلي بتستنزف في كل البطولات، وفي فترات بتبقى اطول من غيرها. لكن الفكره بتاعه راحه اللاعبين في مرحله ما هي مش هتكون وارده. فالاصابات مش وارد انك تعرف تسيطر عليها في ظل تلاحم المباريات، وبالتالي طبيعي جدا ان ماتشات كتير هتعدي عليك انت غايب منك عناصر مؤثره. والفكره بتاعه غياب بدر بنون، الغياب بتاع ايمن اشرف لفتره طويله، الغياب بتاع محمد هاني، اصابه كريم فؤاد وهو بيلعب مكان محمد هاني، هي كلها ظروف استثنائيه صعبه. وظروف استثنائيه صعبه تحتاج الى حلول جيده من المدير الفني، لكن بتبقى المشكله انك تبقى بتحاول تحل ازمه عندك زي غياب ظهير ايمن على سبيل المثال ومفيش على الدكه حد، وانت كمان مطالب بانك تسجل، وانت كمان مطالب انك تواجه خصم صعب. اعتقد ان السؤال الحقيقي هو هل الاهلي مرشح للفوز باللقب للمره الثالثه، ولا سان داونز قدم نفسه النهارده على انه مرشح اكتر من الاهلي. اعتقد ان جمهور الاهلي دايما عنده كان الانطباع انه عنده قدره سهله على الفوز باللقب للمره الثالثه على التوالي، قياسا بمتابعه كل المنافسين المجموعين الموجودين في البطوله. لكن الحقيقه ان الظروف هي اللي بتلعب دور مهم جدا دايما في قياس القوة، بمعنى انك لو انت بصيت للاهلي بشكل عام كقائمة، لا الاهلي اقوى من اي فريق اخر في افريقيا. لو بصيت على التراكم بتاع خبرات الفوز بالالقاب في الفترات الماضية، فبكل تأكيد الاهلي هو الاكثر قدرة على التتويج بدوري ابطال افريقيا. لكن لما تقولي ان الباك اليمين الاساسي بتاع كريم فؤاد الباك اليمين اكرم توفيق كان، وبعد كده محمد هاني، وبعدين كريم فؤاد بتاعهم الثلاثه يتصابوا، هنا الكلام ممكن يتغير. لو بتقولي ان مباريات الاهلي المقبله لما يوصل الدور التالي هيكون قبلها مثلا مواجهه قويه جدا في الدوري هتستنزف جزءا من طاقه اللاعبين، فهي بكل تاكيد هي الظروف هي اللي هتحدد الموضوع ده. ليه بقى الظروف هي اللي بتحدد ده مش بيتسو موسيماني اللي بيتحكم في ده؟ لان هو ده السبب الاساسي زي كنا اتكلمنا فيه امبارح قبل المباراه، ان المشكله الرئيسيه لسه عند اهلي بيتسو موسيماني اللي هي الوان سايد جيم. فكره ان الجمهور دايما هو توقعاته ان الاهلي يلعب مباريات وان سايد جيم، ما يخسرش، ما يحسش انه اقل من منافسه في اي دقيقه من دقائق المباراه. ودي نقطه ليها كذا يعني دي المشكله العريضه. هي بقى تقدر تقسمها لكذا نقطه رئيسيه. النقطه الاولى
احنا اتكلمنا عنها اللي هي ظروف. فظروف ان ماتش بيراميدز، السفر، المشاكل على دخول الاستاد، الاصابات لثلاث لعيبه بيلعبوا في مركز الظهير الايمن، التاثر في خط الظهر بغياب واحد من اللاعبين زي بدر بنون ولاحقه بعد كده غياب طويل لايمن اشرف، دخول محمد عبد المنعم المنظومة واحد من مكاسب النادي بس هو دخل في توقيتات صعبة جدا، فبالتالي الكيرف بتاع التعلم مش مفيش وقت ليه. الفكرة بتاعة الظروف دي كانت النقطة الأولى. النقطة الثانية اتكلمنا عنها ان بيتسو موسيماني لا زال او هو بيطالب بالوقت. ليه بيطالب بالوقت برغم ان هو توج مع الاهلي اوريدي باتنين دوري ابطال افريقيا؟ لان عنده شعور بانه لسه لم يصل لتطلعات الجمهور. تطلعات الجمهور ايه؟ هو اهلي مانويل جوزيه، هو ده الماكسيم في رؤيه اي مشجع للاهلي، زي مثلا بيب جوارديولا برشلونه، ده بالنسبه لهم ده النموذج الاعظم للنجاح. والنموذج بتاع مانويل جوزيه كان بيقدم مباريات وان سايد جيم ومباريات من طرف واحد، وبالتالي دي النقطه الثانيه اللي لسه موسيماني عايز شويه وقت عشان يوصل لها. لما تتفرج على سان داونز، هو سان داونز صحيح من الفرق اللي بتصنف عندها رغبة دائما في لعب كرة معينة حتى لو على حساب النتائج، وبالتالي هي تقدم دائما عروضا ممتازة لكن ما بتكسبش دائما ألقاب كتير في أفريقيا، لكن ده لا ينفي ان الجزء ده هو اللي ناقص المكنة بتاعت الأهلي. الأهلي عنده قدرة على الفوز بالألقاب، عنده اللعيبة اللي عندها الخبرات، عنده كم مواهب عظيم في القائمة، عنده مدير فني ذكي وبيعرف يقرأ المباريات، اللي ناقص اللعب من غير ما ابقى شايف زميلي اللي هو خلاص بقى سيستم لعب، خلاص موسيماني يحطوا يحفظوا اللعيبه بينزلوا يطبقوه خلاص وما فيش حد ايا كانت العناصر. بالظبط كده. دي تنقلنا بقى على النقطه الثالثه، الناس اللي دايما بتشوف اسلوب اللعب بتاع الاهلي وبتبتدي تنتقده، اللي هو يا جماعه قلنا الاهلي ما ينفعش يلعب 4-3-3، الثلاثه شبه بعض، لعيبه وسط، ده كليشيه محفوظ. برغم ان نفس الثلاثه دول كسبوا الهلال السعودي بعرض ساحر، مظبوط، ده يصنف اعتقد واحد من افضل مباريات الاهلي في السنين الاخيره قدام الهلال السعودي، لعب الاهلي بال 4-3-3 دي. الناس بتتكلم على ان 4-2-3-1 هي الحل، وان 4-2-3-1 اللعيبه بتاعتنا حافظاها وبتدي حريه لمجدي قفشه، مظبوط، بس انت ب 4-2-3-1 ظهرت في الشوط الاول قدام بيراميدز بمستوى متوسط بالظبط، واتحسن الوضع ب 4-3-3 وتحسن اكتر ب 3-4-3، وبالتالي الكليشيهات بتاعت ان خطه اللعب هي السبب، ده كليشيه، هي مش خطة اللعب السبب، هي احنا عايزين نوصل لإيه وهنوصل له إزاي. وبالتالي لما تبص بقى على الصورة العامة، وأنا إمتى ألعب 4-3-3 وإمتى ألعب 4-2-3-1 وإمتى ألعب ب3-4-3، ده السؤال اللي لازم كل مرة نسأله مع كل استخدام للخطة. بمعنى النهاردة أنت بتلعب 4-3-3، 4-3-3 بوجود ثلاثي ارتكاز هي المفترض الهدف الرئيسي منها الضغط على المنافس ومنعه من بناء اللعب، صح كده؟ تمام. طيب هل انت منعت سان داونز من انه يبني اللعب؟ لا، لان انت بتواجه فريق متمرس جدا في الخروج بالكرة ومتمرس جدا في التصرف بدون كرة بذكاء في التحرك من لعيبة وسط الملعب عشان الفرقة تمسك كرة عليك. فانت رحت تعمل الضغط العكسي العالي القوي ده على منافس، هي دي نقطة قوته، فانت هنا يا اما بتحرم المنافس من نقطه قوته يا اما بتتعذب لو انت ما عرفتش تعملها صح. هل الاهلي بدنيا قادر على انه يلعب 4-3-3 في مباراه زي كده بعد الماتش بتاع بيراميدز؟ الاجابه بعد مشاهده مباراه سان داونز كان لا. هل الاهلي عنده عدد العناصر الكافيه اللي تخليه يعمل تدوير في وسط الملعب فيقدر يلعب 4-3-3 لمده 90 دقيقه قادر فيها على ضغط المنافس؟ لا، لان انت عندك حمدي، عمرو السوليه، واليو ديانج، ثلاثة دول في كام واحد ارتكاز قاعد لهم على الدكة؟ مفيش تقريبا، زيرو. وبالتالي فكرة ان انت تستخدم سيستم 4-3-3 قدام سان داونز، ادى سان داونز الاريحية انه يضربك، لان انت هي دي الخطة بتاعتك انك تضغط وتاخد الكورة ولم توفق فيها، فطالما لم توفق فيها خطتك فسدت. النقطة التانية كان احيانا استخدام حمدي فتحي او فكرة امتى ما لعبش 3-4-3، يعني امتى ما لعبش 4-3-3 شرحناها، امتى ما لعبش 3-4-3. 3-4-3 هي ميزتها الرئيسية، أولا هي بتدي حرية كبيرة لظهيرين الجنب، فأنا ما ألعبهاش لو الفرق اللي قدامي بتلعب 10 ورا الكورة وحط الظهير جناح وظهير قدامهم وموقفينهم. الحاجة التانية إن حمدي فتحي في الدور ده هو بياخد رقابة راس الحربة وبيطلع بيه في أي حتة في الملعب، لأن في اتنين قلبين دفاع تانيين ينوبة عن حمدي فتحي. لكن في نفس الوقت بقى
هل دي انسب طريقه تقابل بيها سان داونز؟ والله كان ربما فعلا دي كانت انسب طريقه، لان هي نجحت في السنه اللي فاتت قدام سان داونز. يمكن هنا حصل اوفر كوتشنج من بيتسو موسيماني، يمكن بيتسو موسيماني حس ان الماتش ده هو لازم يستعرض فيه عضلاته، لان سان داونز استعرض عضلاته قبل المباراه وبالتصريحات. لكن في الحقيقه هو استعراض العضلات ودى موسيماني لحته اوفر كوتشنج، تغيير كتير جدا. ايوه كقاعده عامه التغيير الكتير في التاكتكس مش غلط طالما لعبتك حافظه ده، بدليل ان ماتش بيراميدز الاهلي كسبه بسكور ولعب 4-2-3-1 و4-3-3 و3-4-3. لكن في نفس الوقت لازم احط المنافس بتاعي في في في, في المعادله. هي مش فكره بس انت بتغير طرق اللعب كتير، هي فكره هو المنافس بيعمل ايه انا عايز افسده. فافساد الحركه بتاعت وسط ملعب المنافس ما كانش احسن حاجه. لكن بشكل عام هي مباراه واعتقد سهل ان الاهلي يغلقها ويبتدي يبص على الفتره الجايه ويبتدي يبص على النقاط الرئيسيه اللي هو محتاج اجابات عليها. ايه بقى النقاط الرئيسيه اللي هو محتاج اجابات عليها؟ امتى تلعب 4-3-3؟ تلعب 4-3-3 في ماتش كبير جدا، عندك فيه فتره جيده لتحضير اللاعبين ل 4-3-3 بدنيا، لان ما عندكش على الدكه اي واحد ينوب عن الثلاثه دول، فلو واحد منهم اتصاب الخطه باظت، فتحضيرك للمباراه كله اتضرب. فدي النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه بيرسي تاو بيتسو موسيماني انا معجب جدا بفكره ان هو عارف كويس كواليتي اللعيب، وبالتالي عارف ان دي فتره من اهتزاز المستوى، فانا مش هتاثر بالراي العام وهستخدمه قدر الامكان. لكن في نفس الوقت لو خطه متطلبه جدا ان اللاعب ده يشيل الفرقه على كتفه، فهو مش منطقي ان انا استخدمه وهو مش قادر يشيل الفرقه على كتفه. بمعنى ان بيرسي تاو مهم جدا دايما يكون موجود، بس لو الخطه تتحمل ان في واحد ممكن ينوب عن بيرسي تاو ان لم يكن بيرسي تاو موفقا لحد ما يستعيد تألقه وتفوقه مره تانيه. وجود بيرسي تاو مع مجدي قفشه هو ده اللي قافل الدنيا، لان مجدي قفشه رجع لفورمه كويسه صحيح، لكن بيرسي تاو خارج الفورمه، مين هيفتح الملعب؟ مين هيتصرف كجناح حقيقي في ارض الملعب؟ ده السؤال اللي غاب عن الاهلي في تحضيره وهو بيجهز اللعب وهو بيلعب قدام سان داونز. في هجمات الاهلي بتحس ان مين قادر يمسك الكره على الخط ويضرب مشاوير تفتح لباقي اللعيبه فرصه التقدم والوصول للمرمى بخلاف فكره الضغط العالي. فدي كانت النقطه الثانيه اللي محتاج يفكر فيها. النقطه الثالثه انه احيانا لما بيستخدم 4-3-3 او 3-4-3 محمد شريف هو لاعب مباشر على المرمى جدا، لكن في اوقات لما بتواجه خصم زي سان داونز مهاجمه بيسيب الخط وبيرجع لوسط الملعب بيعملوا عليك كثافه عدديه، فانت بتكون محتاج ان بالتضاد يكون عندك نفس الكثافه العدديه في وسط الملعب. فاحيانا بتحتاج من ان المهاجم بتاعك زي اغلب فرق العالم في الوقت الحالي ينزل لوسط الملعب. هتلاقي الفكره دي مطبقه تقريبا في كل فرق العالم في الوقت الحالي. اغلب الفرق العالم حتى هاري كين شخصيا اللي هو يصنف طول عمره وراجل كلاسيك جدا بينزل. طبعا ابتدى الافكار بتاعه جاريث ساوثجيت في منتخب انجلترا انه محتاج انت تلعب الدور ده، جوزيه مورينيو بعد كده علشان يفتح مساحات لسون، بوتشيتينو، نونو سانتو، كل الناس بقت عارفه ان هاري كين محتاج يتطور في الموضوع ده وتطور بشكل مرعب. وبالتالي محمد شريف عليه انه يتطور في الجزء ده، وبيرسي تاو عليه او على موسيماني انه في الوقت اللي محمد شريف بيتطور فيه يبتدي يحسب حساباته، هو انا هلعب الماتش ده على الاستحواذ وعلى اللعب المباشر فانا محتاج محمد شريف. فهي دي النقط. طب هو الحل التاني ايه اساسا لو انت بتقول انا محتاج محمد بيرسي شريف مع بيرسي تاو انما حسام حسن مش في الحسبه دي؟ لا، حسام حسن هو المهاجم اللي ينفع يكون مهاجم للعب المباشر او للمهاجم اللي هقف عليه لحد ما زمايلي يوصلوا لي بالكرات الطوليه ويقف على الكوره ويتحرك في الجنب ويستلم الكوره لحد ما الناس تجيله. نوعيه مباريات سان داونز مش مباريات حسام حسن الا في الدقائق اللي زي اللي حصل كده، ان دي دقائق انت ما عندكش فيها رفاهيه تحضير الوقت، فحسام حسن بيستخدم كواحد لاختصار الزمن. ارمي هنتصرف، وجات كوره عرضيه ليه بس ما استغلهاش كويس كدا. وكوره طويله من محمد شناوي بس كان الحارس اسبق ليه فيها بالظبط كده. فده الوقت اللي بتستخدم فيه حسام حسن الا لو انت هتلعب بتكتك. ومثلا واحد من الناس اللي ما بيعرفش يتحرك بدون راس حربه من النوعيه دي هو المدير الفني بقى حسام حسن على سبيل المثال. طبعا. طول الوقت كان بيحب حتى مثلا واحد من اكتر اللعيبه اللي استخدمه بشكل جيد جدا كان بنسي ومحمود وادي مع محمود وادي. كرات طوليه وواحد بينزلها للتاني وبتقدر تتصرف بعد كده. فعلى حسب انت بتلعب ازاي مهم تستخدم اوراقك. بيتسو موسيماني بكل تاكيد عارف ده، لكن احيانا وده لسوء حظه مع ضغط المباريات بتخش المشاعر في الحسابات. بمعنى محمد شريف ماشي كويس
يبقى اديله حتى لو الماتش تكتيكيا ممكن ما يكونش لايق عليه. مجدي قفشه فايق اديله حتى لو الماتش تكتيكيا مش محتاج مجدي قفشه وبيرسي تاو. طب بيرسي تاو مش موفق اديله لحد ما يجيب فورمه. فكره ان انا ابتدي احط المشاعر في الحسابات هي فكره منطقيه جدا في كره القدم. وفكره الكمبيوتر اللي سايق كره القدم مش دايما بتنجح. بالدليل بتاع ان توماس توخيل لما خرج الجول كيبر ونزل كيبا بالظبط ميندي ونزل كيبا هي حسابيه هي عمليه اليه جدا ان الكمبيوتر بيقول احصائيات كيبا في ضربات الجزاء اعلى. التدريب عدد الفترات التدريب الحصص التدريبيه بتاعت كيبا اعلى. لكن لو ده مدرب طلياني مش مدرب الماني هيقول لك ميندي عامل ماتش خرافي سيبه هو اصلا نص لعيبه ليفربول حسن هو سدد الجول فانت سيب ماندي في الجول. فبالتالي المشاعر احيانا لازم تختلط بالحسابات. لكن عند بيتسو موسيماني لازم برضو ما تكونش الـ 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 المشاعر مسيطره بالذات وهو مدير فني مستو الرئيسيه مش انه بيلعب بطريقه لعب واحده موفقه لا هو مستو الرئيسيه التكتكس والتغيير التكتكس الكتير بناء على المنافس وبناء على ظروف اللعب. طيب انا هقرا شويه كومنتس وبعد كده هرجع تاني للاسئله. في محمد روحه مكتوب كده مكتوب الاهلي اغنى فريق في افريقيا واحسن تشكيله مش لازم يخسر ابدا بهذا المستوى. وده ترجمه لكلامك عن ان نظره جماهير الاهلي لبيتسو موسيماني رغم الانتصارات اللي هو بيحققها ولكن دايما هم منتظرين اللي هو الهيمنه في كل مباراه ايا كان المنافس. والهيمنه تقدر تيجي هي الفكره ان هي محتاجه الوقت وهو ده اللي موسيماني كان بيقوله. لان التصريح بتاع موسيماني كان بالنسبه لي زي ما قلت لك هو كان غريب جدا فكره انه يقول انا محتاج سنتين عشان تشوفوا اهلي ممتاز. انا كنت بحس ان هو انت محتاج سنتين عشان خدت كل حاجه بالظبط كده بس هو قصده دي ان انا محتاج سنتين شغل مع اللعيبه يوصلني للدرجه بتاعه الهيمنه. الهيمنه على كل مباراه الهيمنه على كل دقيقه في كل مباراه. آسر احمد بيقول لك ايه رايك يا كابتن في بيتر شالولي اللي لو جه الزمالك هينجح؟ ده طبعا اللاعب اللي سجل هدف مع ميلودي سان داونز النهارده. محتاجين نتفرج عليه احسن لان في النهايه هو مش فكره انه لاعب يبدو سريع يبدو حريف هي كافيه. لان انت لازم تسال نفسك هو انت اصلا بتدور على لاعب عامل ازاي؟ المواصفات بتاعته عامله ازاي؟ انا محتاج واحد بيعمل ادوار عامله ازاي؟ زي بالظبط كده مثلا نظره كارلوس كيروش لمصطفى محمد. بالنسبه له مصطفى محمد في اسوأ احواله وهو فنيا بدنيا ينتصر على الجميع. وبما انه ينتصر على الجميع بدنيا هو ده اللي انا عايزه. لان في النهايه انا حمايه وسط الملعب بتبتدي من عند مصطفى محمد. بدايه التعطيل اللعب للمنافس بتبتدي من عند مصطفى محمد. فانا بالتالي انا محتاج القوه البدنيه بتاعت مصطفى محمد. فانت محتاج ايه؟ وده السؤال المهم. ففيريرا لما يبتدي يقعد يعمل حسابات ويشوف اللعيبه اللي مكمله واللعيبه اللي مش مكمله يبتدي يرسم الاحتياجات يبتدي يشوف السوق المحلي فيه ايه مين احسن لعيبه في السوق المحلي هل هم قادرين على سد الاحتياج. لما نوصل لمرحله ان السوق المحلي لا يكفي الاحتياج نبتدي نستخدم ان الاجانب هم هنا اللي يكونوا الحل. فابتدي ادفع بالدولار للعيب اجنبي يقدر يديني القيمه الاضافيه يعني. طيب بالحديث عن الاهلي تاني وقلت النهارده ان هو برضو موسيماني في ادارته للمباراه كان يمكن كان عمل خطه اللي هي نجحت في السنه اللي فاتت ولكن في بعض الفترات من المباراه عمل اوفر كوتشنج دوت ادى يمكن للخساره. ولكن هل فعلا حاليا مع الغيابات الحاليه يعني طبعا الغيابات مفترض ان هي جزء من كره القدم فطبيعي ان انت في داخل الموسم وعامل حسابك ان انت هيبقى عندك غيابات على مدار الموسم ولكن في الوضع الراهن إصابة أكرم توفيق إصابة طويلة مش إصابة عادية بدر بنون إصابة هتطول فهل الأهلي حاليا بيملك قائمة مرعبة ولا فعلا عنده نواقص في بعض المراكز في القائمة؟ لا دي نواقص ثنائية يعني قصدي ماشي ما أكرم مصاب بس محمد هاني كويس. الفكرة هنا مش في إن محمد هاني يصاب وكريم فؤاد ياخد ماتش بحجم صن داونز ويصاب فأنا قصدي بتتكلم طيب فأنت هنا بتتكلم على لا دي حاجة يعني قدريه الا بقى لو انت هتلعب كوره خلاص فيها موسم من ثلاثه ده طول السنه يتصاب من عندك ثلاثه في مركز واحد انما دي حاجه قدريه مفيش مدير فني في الدنيا يقدر يتوقعها. فعشان كده مش منطقي ان احنا نلومه على ده وفي نفس الوقت مش منطقي ان احنا نقلل من قيمه قائمه الاهلي لمجرد ظرف استثنائي حصل في الماتش يعني. بيتسو موسيماني في المؤتمر الصحفي بعد المباراه بقى تحدث عن نقاط كتير، تحدث عن احداث ما قبل المباراه وقال انا مش عارف ليه ده بيحصل وهم عايزين مني ايه وانا عارف الاهداف دي كويس عشان كده نزلت انا بنفسي وفي شخص واحد ورا الموضوع ده ونزلت انا بنفسي علشان اشيل الحواجز
دي نقطة. واتكلم عن كثرة المباريات طبعا والإجهاد اللي بيتعرض ليه اللاعبين. اتكلم كمان عن غياب تقنية الفيديو في دور المجموعات وان هي لازم تكون موجودة، في تأكيد على كلام جوزوالدو فيريرا برضو من منذ أيام. هل فعلا أثرت العوامل دي في 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 نتيجة النهاردة؟ ده احنا اتكلمنا عنه من شوية. ولكن حتة احداث ما قبل المباراة دي، هل ممكن تكون لو حطناها جنب ان انت بتقول ان هو حصل شوية اوفر كوتشنج وان هو حب ان هو وحصل اجهاد وحصل اصابات، كل دي عوامل بتبقى تتجمع مع بعضها، ولكن اختيار اللاعبين بناء على المستوى اكتر منه التاكتكس فحصلت مشاكل، كل دي حاجات على جنب. هل الجزء بتاع ما قبل المباراة يعني يلعب دور؟ لا. هل شعور موسيماني بان مثلا جماهير سان داونز والبعض في ماميلودي سان داونز بيستهدفوه علشان شايلين له من الاخر ان هو مشي، هو ده اللي بيدفعه ان هو النهاردة كان حابب، والماتش والسنة اللي فاتت برضو مش المرة دي بس، ان هو لا ده انا عايز ان انا اثبت لهم قدراتي اكتر من اي منافس تاني؟ لا لا، لان هو ببساطة هو كسب السنة اللي فاتت عادي جدا، وكان برضو بيهاجم من الجمهور وكان كل حاجة حصله. هي الفكرة ان وقتها كل شيء تم تسييره بشكل ممتاز. المرة دي حصلت بعض المشاكل، بعض الاخطاء منه، بعض المشاكل في اختيار اللاعبين، بعض سوء الحظ اللي منع الاهلي من انه يسجل الاهداف من الفرص اللي اتيحت ليه، تميز سان داونز، كلها نقط لازم تتحط في الحسبة. هي دايما بس بعد ما بتنهي مباراة وبتكون مش كسبانها بتسأل نفسك سؤال، وانا في مشكلة ولا انا مش في مشكلة؟ حسابية ان انا في مشكلة ولا لا؟ لعبتي قادرة على التعويض ولا لا؟ الظروف لعبت دور اكبر ولا في حاجة تستدعي ان انا اخد قرارات ليها علاقة بالتشكيل، ليها علاقة بالخطة، ليها علاقة بالمدرب، ليها علاقة باي حاجة من الحاجات دي؟ في الوقت الحالي اعتقد مفيش اي مبرر لاي تغيير من اي نوع في اي حاجة، هي كل الحدوته بس ان هو دي ظروف فيها اخطاء من كل المنظومه زي ما شرحنا ادت الى النتيجه دي. المهم ان المباراتين المقبلتين اصبحوا على الاهلي فوز فيهم حتمي طبعا، نهائي نهائيات خلاص، وبالتالي بما انهم نهائيات فهيستنزفوا اكتر من طاقه اللاعبين، هيستنزفوا اكتر من تركيز اللاعبين، لكن اجمالا الاهلي عنده قائمه وعنده قدره على ان هو يعدي المرحله دي من غير مشاكل. ما ننساش ان السنه اللي فاتت الاهلي مخلص قبلها برده نفس المشكله، قبلها مخلص تاني وفي كل مره كان بيطلع وصيف بيكسب اللقب في الاخر. فالمساله تقدر كمان تربطها اصلا بالتوقيت بتاع المباريات اللي شبه كده. المساله مرتبطه فعلا بتوالي المباريات بشكل كبير جدا. المهم ان بيتسو موسيماني يلاقي الحل للاسئله، والحل للاسئله السنه اللي فاتت على سبيل المثال جه في الوقت اللي قدر فيه الاهلي انه يريح لعيبته في الفتره الدوليه اللي ما استخدمهاش كابتن حسام البدري وهو مدير فني لمنتخب مصر. المره دي الوضع ده اعتقد ربما لا يحدث، وكمان بتتكلم في ان شاء الله باذن الله نصعد كاس العالم، فهتكون الجدول مزدحم اكتر واكتر واكتر، واللعيبه مشحونه اكتر واكتر واكتر لاحداث مهمه جدا طول الوقت. فهنا بيجي دور ان الاهلي دعم قيمته بشكل كبير، ودعم قيمته بعناصر جيده جدا، احمد عبد القادر، محمد عبد المنعم، بيرسيتا، ولويس ميكسوني، في النهايه في عدد حسام حسن، في عدد كبير من اللعيبه دخلت قائمه الاهلي علشان خاطر تكون هي اللي بتنوب عن فكره فترات الراحه الطويله. حتى مع الاصابات وهي جزء من كره القدم طبعا، حتى مع الاصابات طويله الامد اللي هي جزء من كره القدم، انت مطالب دايما بانك لعيبتك تكون دايما جاهزه للفوز. وهنا النقطه الرئيسيه بس اللي يمكن بعذر فيها موسيماني، بس في نفس الوقت هي نقطه بقت حتميه جدا، ان اي لاعب عنده نواقص لازم يستغل الزمن. احيانا بحس ان اللاعب لو عنده نواقص مش مخلي، يعني مثلا هاري كين انا مش متخيل انه في مرحله ما كان متخيل هو انه هيكون صانع لعب توتنهام. فاهم الفكره؟ انا عارف ان احنا بنتكلم عن توتنهام متغلب صحيح، بس ستيل ده ما ينفيش ان هاري كين واحد من اهم صناع لعب توتنهام في الوقت الحالي، وهو راس حربه. التطور اللي عمله هاري كين لمستواه، التطور اللي عمله محمد صلاح لمستواه، هو استغلال الزمن. فانت لازم تبقى فاهم انك كل ما بتكسب كل ما سقف طموحات جمهورك بتعلى عليك، وكل ما الجمهور ما بيقبلش بقى اقل من اللي حصل، وكل مرحله بيزيد فيها الضغط بتاع المباريات بسبب الموضوع ده. بمعنى ان لو الاهلي ما كانش كسب دوري ابطال افريقيا ما كانش بقى عنده في الجدول بتاعه كاس العالم للانديه. ولاعيبه الاهلي اللي موجوده في المنتخب ولا لعيبه الزمالك اللي موجوده في المنتخب لو ما كانتش وصلت للمباراه النهائيه في كاس امم افريقيا كان خساره. فالنجاح دايما بيؤدي الى ان الضغط بتاع المباريات بيزيد، وبالتالي الضغط بتاع المباريات لما بيزيد انت بيبقى عندك الحل بتاع انك تروح لسوق الانتقالات تزود عدد القائمه، بس في نفس الوقت كمان ما ينفعش يبقى فيه لاعب
في الوقت الحالي في منتخب مصر وفي النادي الاهلي عنده نواقص. مش فكرة مش مقبول، بس قصدي مفهوم جدا ان كل لاعب في الدنيا عنده نواقص، بس لازم هو كمان يفهم ان في نواقص ومحتاجة تستكمل. عشان لما توصل للمرحلة بتاعت ان المدير الفني من كتر ضغط المباريات مجبر يعتمد على تشكيل معين، التشكيل ده يكون بيديله كل الحلول اللي في الملعب. ودي النقطة اللي اعتقد برضو عشانها موسيماني بيراهن على الزمن وبيقول انا محتاج السنتين. تأكيدا يعني على كلامك، مثلا ومثال بعيدا عن هاري كين، هنا في الأهلي مثلا محمد شريف الموسم الماضي شفنا له الفيديوهات اللي كان بيتمرن فيها لوحده بره على الرأسيات وعلى الكرة اللي لف يشوطها بشماله، ونفس الجول اللي جابه بعد كده في كايزر تشيفز في النهائي. يعني مثال على ان واحد عايز يتطور يعني، واللعب بالهيد وكل الكلام ده. بس طبعا انا برضو ما كنتش يعني وقتها كان الموضوع مش واضح قوي اذا كانت التدريبات دي بعلم الأهلي ولا لا لا لا، بس هي رغبة منه هو شخصيا حتى لو بعلمه او بدون علم. لا، انا معرفش مين لان في النهايه خد بالك مثلا في نموذج من النماذج الشهيره في الكوره ان لوبينيو راح اتدرب على حاجات ترفع القوه البدنيه والعضل وكم العضل ففقد سرعه ففابيو كابيلو وعقبه. فانت بتتكلم هنا في النهايه بس يعني اعتقد مثال مختلف ان انت تتمرن على حاجه بدنيه بدون علم الوعد البدني عن ان انت تنور تتطور على مهاره في كره القدم. انت عارف المدرب محتاج منك ايه؟ انت عارف المدرب محتاج منك تجيد ايه وما تجيدش ايه؟ واذا كان المدرب الخاص اللي انت جايبه ده هو مدرب كفء فعلا؟ لا دي طبعا دي نقطة مهمة. انما حتة ان انا ما اعتقدش مدرب هيبقى يطالب مني ما اوجدش حاجة يعني. لا طبعا مش فكرة كده، بس قصدي لا نقطة العلم المدرب طبعا اكيد هو اكيد كان فيه بعلم النادي ده اكيد يعني، بس يعني كل الاحوال هي قصدي دي نقطة. لان ابتديت اشوف مثلا على البيجز بتاعت فيسبوك ناس كتير بتبتدي تبين ان بص احيانا اللاعب بيبقى فعلا عنده نهم كبير جدا للتعلم، ودي حاجه لازم تحصل. بس في نفس الوقت انا بتمنى كمان ان الانديه الستاف بتاعها دايما يكون اوسع بكتير من العدد اللي موجود في الوقت الحالي. العالم ابتدى يبقى فعلا الشغل في الانديه وفي كره القدم متخصص لدرجه كبيره جدا. فالتخصصيه ابتدت تخليك مثلا في ليفربول عندك كلمه التماس او مثلا غرفه التحليل اللي فيها 12 محلل، ال 12 شغالين على انهم دايما يدوا الفيدباك لكل لاعب عن نفسه وعن المنافس بتاعه. المورينيو عنده حاجه اسمها مورينيو لاب ايام ما كان طبعا الدنيا كانت ماشيه كويس. الحاجات اللي شبه كده اصبحت ضروريه في كره القدم. عالم الكوره في الوقت الحالي بقى شغال بحاجه اسمها فوتبول ساينس. فانت بتتكلم في ان ليفل التخصصيه بقى مرعب. فانت بقيت فعلا محتاج ان حتى لو انت بتتكلم على اللعيبه محتاجه تتطور، فهي اللعيبه محتاجه تتطور ومحتاجه تفهم نواقصها، بس ده لازم كله يتم باشراف المدير. طبعا هاخدك لنقطه ثانيه وحديث البعض بيرددوا كثيرا في الاونه الاخيره. مثلا كمثال على الكلام دوت احمد فتوح ومحمد عبد المنعم في منتخب مصر كان مستواهم مبهر، وده طبيعي احيانا بيكون في بطولات المجمعه. ولكن اولا قبل ما نخش، هل مستواهم متراجع مع الاهلي والزمالك ده في وجهه نظرك ولا لا؟ ولو فايه الاسباب؟ هل ده حاجه تحسب لكيروش وخطه لعبه، ولا مجرد ارهاق، ولا اختلاف في طرق اللعب، ولا ايه بالظبط؟ هي بص، السبب الرئيسي في تراجع مستوى فتوح وتراجع مستوى محمد عبد المنعم ما ينفعش ما تحطش معاه تراجع مستوى محمود حمدي الونش على سبيل المثال. ما ينفعش ما تحطش معاهم اللعيبه دي كلها. لما تبص بقى على الصوره من بره وتلاقي اللعيبه دي كلها متراجعه مستواها، لازم تبتدي تسال هو ايه اللي حصل. فلازم تحط حاجه اسمها كونتكست، يعني لازم تحط الموضوع في اطاره، في سياقه بالظبط كده. لازم تبص على ايه السبب اللي عند كل واحد من دول. هل كل لعيبه الزمالك ممتازه وفتوح قليل؟ لا طبعا. فانت بالتالي بتبقى عارف الاجابه ان جزء من الموضوع مرتبط بان مدير فني قاد رحله سيئه في الاونه الاخيره، مشي، جه بعده مدرب مؤقت، جه بعده مدير فني جديد، الفرقه فيها حاله من التغيير المسارات بتغيير مجلس الاداره، والمسار الجديد بتاع مجلس الاداره مرتبط بتحضير الفريق في الفتره الجايه بشكل معين، وبالتالي كل دي عوامل مؤثره. طيب هل ده يقلقك على فتوح في المنتخب؟ ممكن. بس في نفس الوقت هنا بيجي بقى دور المدير الفني للمنتخب اللي بيعرف يمتص المشكله ويتعامل مع ده على انها اداره ازمه، زي بالظبط ما فيريرا مطالب انه يتعامل مع فتوح دلوقتي على انه في اداره للازمه في مستوى كل اللعيبه، فهو لازم كارلوس كيروش يعمل نفس الموضوع.
بالذات ان انت بتتكلم على لعيبه هي اصلا سنها صغير، وبالتالي هو النقطه الرئيسيه المبهره كانت في كاس امم افريقيا ان اللعيبه دي سنها صغير، وان اللعيبه دي بتخوض تحديها الاول في المستوى ده قاريا. وبالتالي انت جزء من الانبهار بتاعك عند محمد عبد المنعم ان من 10 حاجات بتحصل في الكوره في 7 صح و3 غلط. انما لما بتنزل بقى للاهلي مره تانية وبتبقى انت عارف ان محمد عبد المنعم ده لاعب جامد قوي قياسا بفرجتك عليه في كاس امم افريقيا، ما بتقبلش انه يعمل من 10 حاجات 7 صح و3 غلط. تبتدي تقول له ليه الثلاثه الغلط دول؟ ما انت مش بتقيم كلاعب صغير بقى، بتقيم كلاعب كبير وهو لسه ما تخطاش اصلا مرحله ان هو لاعب صغير. انا ما عنديش ازمه في انه ما يتخطاش، بس هو لازم يفهم ان هو لازم يتخطاها، لان تقييم كل لاعب بيبقى على حسب المرحله دي، على حسب انا فين ومستنيين مني ايه. على سبيل المثال لما بتبص على لعيب صغير وبتلاقيه بيعمل طرقستين حلوين بتسقف له طبعا. لما بيعمل طرقستين حلوين بعد كده بعد ما انت ابتديت تبقى مستني منه يعمل الطرقستين دول ينجز يلعب اللي بعدها على طول بالظبط كده، فانت نفسك تطلعاتك بتتغير من اللاعب. والنجم بيبقى فاهم ده كويس، والنجم لازم يبقى عارف كويس ان مرحله تقييم اللاعب في اوله حاجه، ومرحله تقييم اللاعب بعد كده لما يبقى فيه تطلعات ومنتظره منه حاجه تانية. كل دي عوامل. انا لازلت مش فكره مش قلقان على مستوى اللعيبه، القلق جاي من حته ان فعلا ضغط المباريات والظروف صعبه، الظروف في الزمالك على سبيل المثال صعبه، وضغط المباريات في الاهلي بسبب كاس العالم للانديه صعب. فبالتالي الحاجات دي كلها اثرت سلبا بكل تاكيد على اللعيبه. لكن اعتقد ان برضو الفتره بتاعت التحضير لماتش السنغال واهميه ماتش السنغال بتخلي اللاعب يطلع 100% بتاعته، 100% او 120% ان امكن. وبالتالي يعني اتمنى ان شاء الله ان ده ما يكونش عامل مؤثر بالسلب ابدا، لان انت في الاخر بتسال نفسك سؤال، هل اللاعب ده امكانياته اصلا كانت وحشه والمستوى ده كان استثنائي، ولا امكانيات اللاعب كويسه والمستوى اللي قدمه ده هو الطب بتاعه؟ لا، امكانيات اللعيبه اللي احنا ذكرنا اساميها هي كلها لعيبه كويسه وده الطب بتاعه، هم بس مش في الطب، انما هم لعيبه كويسه. فانت مش قلقان من ان هم يطلعوا كانوا مجرد فقاعة يعني بالظبط كده؟ لا، هما لعيبه فعلا كويسه وانت مستني منهم التوب، وماتش السنغال لا يقبل الا التوب، وبالتالي اعتقد ان هما في وقت دوافع هتكون موجوده كمان اكتر بكتير. بعيدا عن فتوح وعبد المنعم، اعتقد من على كلامك ان انت مش شايف المنتخب مصر في ازمه رغم تراجع نتائج الاهلي والزمالك القاريه. لا، انا بقولك هو طبعا بكل تاكيد دي مش احسن ظروف في الدنيا. يعني ان المدرب ياخد اللعيبه يعني مثلا اقولك على حاجه، قبل الماتش بتاع السنغال صلاح جاب هاتريك، هل ده مختلف عن لو قبل ماتش السنغال صلاح ما جابش حاجه؟ ايوه، هو صلاح النهارده خرج مصاب اصلا، دي حاجه تقلق اساسا بالظبط كده. المستوى بتاع مندي على سبيل المثال متعلق بالظبط كده، لو محمد صلاح لو مندي كان هو اللي وقف في ضربات الجزاء ومحمد صلاح جاب فيه جون، تديله ده معنى ده افضليه معنويه بالعكس طبعا، دي صد منه تديله، يبقى كل حاجه من دي بتتحكم تلعب دور. فبالتالي ما اقدرش اقول لك ابدا ان انا مش قلقان ان مستوى الاهلي احنا كده كده القلق هيكون موجود لان المرحله ما تقبلش ان هي بالظبط. بس هي انا اقصد ان انا قلقي ده دايما بحاول افنطه، انا قلقان هل اللعيبه دي اصلا كويسه، وبالتالي انا اقدر اقول على الموضوع ان هي حاجه وقتيه ممكن كارلوس كيروش يعرف يتخلص منها ويتجاوزها، ولا اللعيبه دي ما كانتش كويسه والنتائج دي كانت نتائج اوفر اتشيفمنت، فاهم؟ نتائج فوق المتوقع والنتائج فوق المعطيات. بمعنى ايه؟ لما اليونان كسبت كاس امم اوروبا 2004 هل ده كان معناه ان اليونان لما هتخش كاس العالم 2006 هتكسبه؟ طبعا لا. لما ليستر سيتي خد الدوري في انجلترا ما كانش السنه اللي جايه من المرشحين. ليه بقى؟ لان دي كان اوفر اتشيفمنت، دي حاجه بتحصل مره في العمر. انما اللي حصل للعيبه منتخب مصر انهم ظهروا بال100% بتاعتهم لا اكتر ولا اقل، فهمش ولا لعيب وحش. وبالتالي انت مش قلقان من النقطه دي، انت عارف ان الكواليتي موجوده، انت بس قلقان من نقطه ان الكواليتي موجوده بس متداريه بسبب المشاكل وبسبب الظروف المحيطه، وبالتالي بتبقى منتظر دايما ان نشيل الغبار ده بالمعسكر بالروح القتاليه العاليه، لان ماتش السنغال انت فعلا مش هيبقى مقبول ان اي لاعب ما يطلعش 120% اللي عنده، ومفيش لعيب مش هيطلع 120% من اللي عنده يعني. طيب معلش استكمالا لحياة منتخب مصر، قلوب دفاع منتخب مصر في كاس الامم الافريقيه كانوا الوينش، محمد عبد المنعم، محمود علاء، واحمد حجازي طبعا، وايمن اشرف كباك شمال وسنتر باك شويه، حاليا ولعب ارتكاز طبعا يعني. ولعب ارتكاز يعني كان جوكر بتاعنا. حاليا طبعا حجازي اصيب، محمود علاء مستواه متراجع ويبدو ان هو يعني مش عارف هيلعب الماتش الجاي ولا لا في الظروف الموجوده حاليا في الزمالك.
ايمن اشرف برضو راجع من اصابه طويله والنهارده نزل حتى خد انذار بعد دقيقتين. تفتكر هل ممكن يكون في قلوب دفاع جديده في منتخب مصر خلال الماتش اللي جاي؟ لا مستحيل. بص ممكن هو لازم يكون... المفروض العدد يكون كام الموجود في القايمه؟ لا عادي على حسب المدير الفني بيختار اربع مدافعين بالظبط، لكن قصدي يعني ممكن يعني جداً. الونش ومحمد عبد المنعم ضامنين مكانهم اساسيين. الاثنين التانيين بقى مين في غياب حجازي؟ ياسر ابراهيم بيقدم مردود جيد وهو هيلعب الدور بتاع محمود علاء، لان محمود علاء كده كده من اللعيبه اللي بيلعب كره طوليه فقط، ما بيلعبش على الارض كويس، وبالتالي وعنده سن بطء، فبالتالي هو كان موجود عشان زي ما حصل في واحده من المباريات كرات طوليه مباشره كتير بتتلعب على منتخب مصر والمنتخب محتاج لاعب طويل، بالذات كان وقتها ابو جبل اتصاب بعد اصابه الشناوي وكان في وصبحي شارك، فانت محتاج حمايه لمحمد صبحي المغرب في ماتش المغرب، فنزل محمود علاء عشان يلعب الدور بتاع الكرات الطوليه. فياسر ابراهيم ممكن يكون احسن بديل ممكن، انما انه يلعب اساسي اعتقد ان الاقرب الناس اللي ختمت لا الاساسي طبعا اكيد عبد المنعم، فبالتالي بالظبط، فبالتالي اعتقد انه هيكون عبد المنعم والوينش هما الاثنين الاساسيين، لان صعب اقول مثلا ياسر ابراهيم والوينش لان الاثنين كورتهم مش عاليه، فساعتها طب انا مين اللي هيطلعني بالكوره؟ هتصرف فيها ازاي؟ الاثنين عندهم اندفاع في القرارات، الاثنين المدافعين دايما لازم يكون فيهم واحد مقاتل والتاني عقله سيء كويس. لا وعقله سيء التمركز بتاعه، فبالتالي في اغلب الوقت محمد عبد المنعم ابتدى ياخد الدور بتاع احمد حجازي مع اصابه احمد حجازي، وكان محمد عبد المنعم كان بياخد الدور بتاع الونش مع وجود احمد حجازي، فبالتالي هو كل مره بتقسمها بالطريقه بتاع الاحتياجات بتاعتك ان المدافع ورا واحد شويه صغير خطوه واحده بس وهكذا، ففي الوقت اللي انت بتبني فيه اللعب او بتتحرك فيه لقدام علشان لو اتقطعت الكوره ما تبقاش عرضه لمشاكل في تحول هجومي. فالاثنين دول اعتقد موجودين، واعتقد انت عندك واحد زي ياسر ابراهيم ينفع يكون موجود، وهو انضم قبل كده لمعسكر منتخب مصر، ما لعبش خالص بس انضم، اسمه كان متواجد يعني. ونشوف بقى الفكره بتاعه كارلوس كيروش هتكون عامله ازاي للمدافع الرابع، علشان الدوري مهما قدم اسماء انت في الوقت ده صعب قوي تريسك، انما المدافع الرابع ممكن ريسك فيه شويه، ممكن علي جبر مثلا بما انه برده كان موجود ممكن قبل كده كل شيء وارد، بس قصدي في النهايه هو في ترتيبه بيكون رابع في الوقت ده، لان في النهايه هي ماتشات السنغال مش يعني مثلا لو ما كانش فيه بطوله عربيه ما كانش فيه محمد عبد المنعم في كاس افريقيا طبعا، لان صعب قوي من الدار للنار، ولو كان فيه حتى من الدار للنار في كاس افريقيا ما كانش ده هيحصل في الماتش النهائي، انت في ماتش السنغال الجاي ده هو الماتش النهائي، فبالتالي صعب قوي يعني اتخيل ان عشان كارلوس كيروش من المديرين الفنيين اللي بيجيدوا اختيار اللعيبه الموهوبه بالجهاز الفني بتاعهم بالجهاز الفني بتاعه، صعب قوي اتخيل ان ده هيحصل بان مثلا تفاجئ بان في ماتش السنغال في اتنين مدافعين انت مش شفتهمش قبل كده في منتخب مصر، مش ما اظنش ان ده منطقي يعني. ما يثار مؤخرا في الاعلام العالمي ان محمد صلاح خلاص اقترب من عدم التجديد لليفربول، والله اعلم طبعا كل حاجه ممكن تتغير لسه يعني. اولا هل إثارة الموضوع ده في الوقت الحالي قد يؤثر على محمد صلاح قبل كاس العالم ولا لا؟ لا لا ما اعتقدش. بص محمد هي دايما بترتبط بشخصية اللاعب يعني، في لعيبة بيتأثروا بأي كبيرة وصغيرة وفي لعيبة تانية لا. محمد صلاح اصلا بالنسبة لي الفكرة بتاعت ان هو يكسر السقف بتاع اللعيبة المصريين دي كان التحدي كبير، انه يكسر السقف بتاع اللعيبة بتاع نفسه ده كان تحدي كبير، انه يكسر السقف بتاع اللعيبه اللي في الدوري الانجليزي ده تحدي كبير، فاعتقد ان هو عانى من ضغوط كتيره في حياته دايما انتصر عليها، فانا ما اعتقدش ان دي بقت نقطه من النقاط دي. الحاجه الثانيه ان احنا ما بنتكلمش عن ان محمد صلاح المفروض يبقى قلقان لانه لو ساب ليفربول هيبقى ساب الجنه، لان في النهايه هو محمد صلاح لو قرر يسيب ليفربول فهو بكل تاكيد هيروح نادي كبير، النادي الكبير ده ممكن يكون نبتدي بقى نقول هو احسن من ليفربول ولا ليفربول احسن، هو الاهم من احسن بس في النهاية هل انسب لمحمد صلاح ولا لا؟ كلها اسئله هنحطها على جنب دلوقتي يعني، ده موضوع اخر للطرح، ان فكره اللي هو لازم لما تروح تتكلم تعرف مين اللي هيكون معاك في القايمه، تعرف مين المدير الفني، تعرف الخطه، تعرف الدنيا ملائمه ليك ولا لا، تعرف الادوار المطلوبه منك، تعرف كل كبيره وصغيره عشان ما تتحطش في المواقف اللي اتحط فيها على سبيل المثال لعيبه زي انطوان جريزمان لما راح برشلونه، لعيبه راحوا الموضوع عشان ده برشلونه بس في الاخر انت جايب واحد بيلعب في مكان ميسي هتلعب يعني؟ مش هتلعب طبعا مكان ميسي، طالما مش هتلعب مكان ميسي انت جاي تعمل ايه؟ فانت في النهايه
الاسئله دي مهمه جدا وضروريه. وعلى فكره لو قعد هو الاسئله دي ضروريه ومهمه لان عقد يورجن كلوب قرب يخلص، هتعمل ايه بعد يورجن كلوب؟ فاهم؟ هتعمل ايه بعد نهايه العقد بتاع المدير الرياضي ليفربول؟ فالاسئله دي هي هتطرح على ليفربول وعلى غير ليفربول، وده موضوع على جنب. بس انا اقصد ان هنا الفكره بتاعت ان صلاح يتاثر بانه ما جددش مع ليفربول مش المفترض ده يحصل، لانه في النهايه هو حتى لو ما راحش ليفربول فانت فاهم كويس انه هيروح مكان كبير طبعا. وفي ناس بتقول ان الاعلام الانجليزي ممكن يبتدي يتصيد لمحمد صلاح في الوقت الجاي او يبتدي يحط حاجات كتير ملح وفلفل علشان خاطر الاكله بتاعته في الطبيعي في كل العالم بالظبط كده. لكن حصل ايه لمحمد صلاح لما خد المركز السابع في البالون دور؟ هل اتاثر؟ لا بالظبط، برغم ان دي كانت حاجه خسر نهائي الامم افريقيا المره الثانيه دلوقتي ما لم يتاثر. فانا اقصد ان الشخصيه بتاعت صلاح قويه للدرجه اللي تدينا الانطباع انه ما فيش حاجه هتاثر، بالذات ان لما بتدخل منتخب مصر انت فعلا ما بتسمعش صوت تاني خلاص. مش عشان حاجه، بس فعلا كاس الامم الافريقيه كانت قريبه قوي المره اللي فاتت لدرجه مخليه اللعيبه مستنيه ماتش السنغال، او ده توقعي وتخيلي. ما ظنش ان اللاعب هيبقى موجود في حدث زي ده او في لحظه زي دي وهيكون في دماغه اي حاجه غير هو ال 90 دقيقه دول. فهو ده اللي انا مش متخيل معاه ان في اي حاجه من العوامل دي هتبقى مؤثره. يعني الدوافع في قمتها. عايز انا بشكرك جدا، شكرا جدا، وبشكركم انتوا كمان جدا. كان معاكم احمد فوزي واحمد عز الدين في الحلقه الثانيه من الكوره مع ريلمي.